ومشاهدينا الكرام، ورد إلينا أيضا هذا الخبر العاجل، حيث أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية جزر القمر عثمان غذالي للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، حيث أكد السيد الرئيس إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غذالي، مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه الرئيس القمري معربا عن خالص تقدير للفتة الكريمة من السيد الرئيس، ومؤكدا أن موقف مصر ومواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين. وقد أكد الرئيسان في هذا الصدد على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمري.